أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف العاشر في الأسبوع الخامس من دروس التربية الإسلامية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب ستتعرف على مفهوم أصول الفقه وأيضا معرفة موقف الإسلام من العنف ضد المرأة. علم أصول الفقه عزيزي الطالب هو أساس سابق لعلم الفقه، وبه نعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية للمسائل المختلفة. علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. إذن عزيزي الطالب، الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية: القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، الإجماع، القياس، القواعد الأصولية، ومقاصد الشريعة. إذن ما مفهوم علم أصول الفقه؟ هو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالية التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. مر علم الأصول الفقه عزيزي الطالب بمرحلتين، هما مرحلة ما قبل التدوين ومرحلة التدوين. مرحلة ما قبل التدوين، في عهد الصحابة والتابعين كانت طرائق الاستنباط حاضرة في أذهانهم ولم تكن مدونة، وكان يصدرون الأحكام المتعددة بناء على هذه الأصول المستقرة لديهم التي علموها من نصوص القرآن الكريم وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحلة التدوين، استقل التأليف في علم أصول الفقه في كتاب خاصة، وكان أول من كتب في هذا العلم بصورة مستقلة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، بعد في كتابه الرسالة، ثم بعد ذلك توالت الكتابات والمؤلفات. موضوع علم أصول الفقه يبحث علم أصول الفقه في القواعد والأدلة الإجمالية التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية وكيفية أخذ الأحكام الشرعية منها. فعلم أصول الفقه أساس لعلم الفقه، فعالم الأصول يضع الفقيه القواعد التي يسير عليها في عمله عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، ثم يأتي الفقيه ليسير على تلك القواعد فيستدل بها على حكم المسائل الفقهية. أيضا أهمية علم أصول الفقه لعلم أصول الفقه أهمية عالية، هي معرفة طرائق استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وذلك بربط الأحكام الفقهية بالأدلة الشرعية. أيضا القدرة على استنباط الأحكام الشرعية للمسائل المستجدة في حياة الناس، مثل استنباط حكم شرعي لمسألة نقل الأعضاء أو تبرعها أو بيعها. أيضا الموازنة بين أقوال الفقهاء لبيان الراجح منها استنادا إلى الموازنة بين الأدلة. عزيزي الطالب، ستقوم أيضا بعمل لوحة تتعلق بصور عناية الإسلام بالمرأة، حمايتها ضد العنف ومنع التعرض لها بأي شكل من أشكال العنف، وموقف الإسلام من العنف ضد المرأة وتشريعات الإسلام المتعلقة بحماية المرأة من العنف. كرم الإسلام عزيزي الطالب ومنحها حقوقا كافة، وحرم إيذائها بأي شكل من الأشكال، ووضع تشريعات للحد من العنف الذي يمارس ضدها، وراد المرأة أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع. وقد اعتنى الإسلام بالمرأة وكرمها وجعل لها من الحقوق ما يضمن كرامتها ويحقق إنسانيتها وسعادتها في الحياة، ودعاها إلى القيام بواجباتها تجاه المجتمع لتكون عنصرا فاعلا فيه، ومنع التعرض لها بأي شكل من الأشكال الإساءة الجسدية أو النفسية أو غيرها. العنف ضد المرأة كما قلنا هو جميع أشكال الإيذاء والاستغلال التي تمارس ضد المرأة ويلحق بها ضررا جسديا أو معنويا أو غير ذلك. من أشكال العنف ضد المرأة العنف الاقتصادي، الجسدي، اللفظي، النفسي. أيضا موقف الإسلام من العنف ضد المرأة، أمر الإسلام بحسن التعامل مع المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وخيرهم معاملة لأزواجه، وحرم الإسلام العنف ضدها، ومع ذلك فقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء. أيضا عزيزي الطالب، معاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة، كان سيدنا يقوم على مساعدة الزوجات في أعمال المنزل، أيضا مواساته لهن وتقدير مشاعرهن، محبته صلى الله عليه وسلم لهن وفرحه بهن. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثمر المناسبات ليوصي بالنساء بحسن معاملتهن، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليمهن فيعقد لهن مجلسا يعلمهن فيه شؤون دينهن. فقد جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من
نفسك يوما نأتيك فيه فتعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. شاكر لكم حسن استماعكم وتعاونكم.